زملاء والزميلات النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن اليوم يعني هي جلسة كما يقولوها كل مرة باش نبداوها ثم نؤخر، ولكن السبب يعني سبب وجيه. ولا تنسوا أنه اليوم إن شاء الله باش تكون جدول أعمالنا خاصة الإعلان عن تركيبة اللجان التأسيسية والتشريعية والخاصة، وهو يعني أمر هام جدا، لأن هذه هي المرحلة التي تخول لنا البدء يعني فعليا في مهمتنا الأساسية، وهي التأسيس، تأسيس لدستور، ثم كذلك المهمة التشريعية. ولذلك أعطينا الوقت اليوم لكافة الكتل وكذلك للنواب غير المنتمين للكتل لكي يعطونا قائمة المرشحين لعضوية هذه اللجان، وخاصة بتوافق ويعني بما يسمح لنا إن شاء الله أن نبدأ هذه المهمة في أحسن الظروف. فشكرا لصبركم اليوم، وشكرا كذلك لحضوركم. والآن نمر إلى جدول أعمالنا. إذن سأبدأ باللجان التأسيسية لإعلان تركيبتها، بالطبع بحسب التمثيل النسبي مع مراعاة أكبر الباب. إذن اللجان التأسيسية، اللجنة الأولى وهي لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور. سأتلو الأسماء، أسماء الأعضاء بحسب الكتلة وبحسب عدد أعضاء هذه الكتلة في اللجنة. إذن هذه اللجنة الأولى، لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، أعضاؤها 22. أبدأ بأسماء أعضاء المنتمين لكتلة النهضة، وهي لها 9 مقاعد: السيد أحمد المشرقي، السيد صادق شورو، السيد عبد المجيد النجار، السيدة أمل عزوز، السيدة بيا الجوادي، السيدة هاجر عزيز، السيدة سناء حداد، السيدة زهرة سميدة. والآن أمر إلى الكتلة الديمقراطية ولها 3 مقاعد، وهم السيدة مي الجريبي، السيد فؤاد ثامر، السيد عصام الشابي. والآن أمر إلى كتلة المؤتمر ولها أيضا 3 مقاعد، وهم السيد الطاهر هميلة، السيدة مبروك مبارك، والسيد رفيق أتليلي. والآن كتلة التكتل ولها مقعدان: السيد المولدي الرياحي، السيدة لبنى الجريبي. والآن كتلة الحرية والديمقراطية ولها مقعدان: السيد حسن الرضواني والسيد شكري العرفاوي. والآن كتلة الكرامة، الحرية والكرامة ولها مقعد، وهو للسيد عبد الرزاق الخلولي. ثم كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية ولها مقعد واحد، للسيد محمد الحامدي. ثم غير المنتمين إلى كتل ولهم مقعد واحد، وهذا المقعد بالتوافق أسند للسيدة أميرة مرزوق. هذه إذن لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، وهي عفوا تفضل سي البناني. سقط ذكر الزميل عامر العريض لأنه لا ذكرته، ذكرت السيد عامر عفوا، اذا هو كان سهوا في القراءه. نعم. اذا من ضمن 9 مقاعد لكتله النهضه السيد عامر العريض، عفوا فقد فهو سهوا في القراءه فقط. الان اللجنه الثانيه، واحيل الكلمه الى النائب الثاني السيد العربي عبيد، تفضل. اللجنه الثانيه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللجنه الثانيه حقوق والحريات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللجنة الثانية هي لجنة الحقوق والحريات،
وتتكون حسب الكتل أولا كتلة النهضة ولها 9 مقاعد وهي متكونة من السادة والسيدات، سيدة فريدة العبيدي، سيدة بسمة جبالي، سيدة سلمى صرصوت، السيد الحبيب اللوز، السيدة منيرة العمري، السيد نجيب مراد، السيد أحمد السميعي، السيدة منيا إبراهيم، والسيد محمد الصغير. كتلة الديمقراطية ولها 3 مقاعد. الكتلة الديمقراطية ولها 3 مقاعد وهي تتكون من السادة وسيدات إياد دهماني، سلمى بكار، أحمد إبراهيم. كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية ولها 3 مقاعد وهي تتكون من السيدة حسنة مرسيت، السيد هيثم بالقاسم، السيد محمد كراي الجربي. كتلة التكتل ويتكون من مقعدين، هم والتكون من السيدة سلمى المبروك والسيد محمد العلوش. الآن كتلة الحرية والديمقراطية لها مقعدين أيضا وهي تتكون من السيدين نور الدين المرابطي وجلال فرحات. كتلة الحرية والكرامة لها مقعد واحد وهي تتكون من السيد إبراهيم الحامدي. كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية لها مقعد واحد، السيد إبراهيم القصاص. غير المنتمين إلى الكتل مقعد واحد، السيد مراد العمدوني. الآن نمر إلى اللجنة الثالثة وهي لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما. إذن نبدأ بالأعضاء، أعضاء اللجنة من كتلة النهضة ولها 9 مقاعد. السيدة كلثوم بدر الدين، السيد الهادي إبراهيم، السيدة سناء المرسني، السيد أسامة الصغير، السيدة أمال غويل، السيد كمال عمار، السيد زياد العذاري، السيدة صالحة بن عائشة، السيد وليد البناني. الكتلة الديمقراطية 3 مقاعد، السيد سمير الطيب، السيدة ريم المحجوب، السيد نجيب الشابي. كتلة المؤتمر 3 مقاعد أيضا، السيد عمر الشتوي، السيدة سامية حمودة عبو، السيدة إقبال المصدع. كتلة التكتل مقعدان، السيد علي بالشريفة، السيدة فاطمة الغربي. كتلة الحرية والديمقراطية مقعدان، السيد سعد بوعيش، السيد علي الحويجي. كتلة الحرية والكرامة مقعد واحد، السيد كمال السعداوي. كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية مقعد واحد، للسيد أيمن الزواغي. وغير المنتمين إلى كتل بالتوافق المقعد للسيد أحمد السافي. والآن اللجنة الرابعة. اللجنة الرابعة وهي لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري. أولا كتلة النهضة عدد مقعدها 9 وهي تتكون من السادة والسيدات لطيفة الحباشي، الفرجاني دغمان، فطوم الأسود، كمال بن رمضان، فطوم عطية، هاجر المنيفي، خيرة الصغيري، عبد القادر القادري، منيا القصري. الكتلة الديمقراطية ولها 3 مقاعد وهي تتكون من السادة والسيدات فاضل موسى، محمد قحبيش، رابح الخرايفي. في الحقيقة من السادة فقط ليس بها سيدات. كتلة المؤتمر ولها 3 مقاعد وهي تتكون من السادة عبد الرؤوف العيادي، أزاد بادي، عبد العزيز القطي. كتلة التكتل وبها مقعدان تتكون من السيد سليم عبد السلام والسيد أحمد الخصخوصي. كتلة الحرية والديمقراطية
بها مقعدان. السادة والسيدات حنان الساسي عبد الستار الذيفي، كتلة الحرية والكرامة، مقعد واحد للسيد محمد نجيب الحسني، كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، مقعد واحد للسيد أجديدي سبوعي، كتلة غير المنتمين إلى كتل أو غير المنتمين إلى كتل، السيد هشام الحسني، مقعد واحد. شكرا. الآن اللجنة الخامسة وهي لجنة الهيئات الدستورية. أبدأ بأسماء أعضائها المنتمين لكتلة النهضة ولهم ولها 9 مقاعد: السيد سليمان هلال، السيدة آسيا النفاتي، السيد عادل بن عطية، السيد البشير شمام، السيدة حبيبة التريكي، السيد عبد العزيز شعبان، السيدة دليلة بوعين، السيد عبد الباسط بالشيخ، والسيد منير بن هنية. والآن الكتلة الديمقراطية 3 مقاعد: السيدة نادية شعبان، السيد مهدي بن غربية، السيد نعمان الفهري. الآن كتلة المؤتمر 3 مقاعد أيضا عفوا: السيد الناصر البراهمي، السيد ربيع العابدي، السيد عبد السلام شعبان. كتلة التكتل مقعدان: السيد جمال الطوير والسيد محمد دحبيب الهرجام. كتلة الحرية والديمقراطية مقعدان: السيد عبد المنعم كرير، السيدة ربيعة النجلاوي. كتلة الحرية والكرامة مقعد واحد للسيد محمد صالح شعيرات. كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية مقعد واحد للسيدة فايزة كدوسي. ثم المنتمين إلى غير الكتل المقعد للسيد محمد كريم كريفة عفوا بالتوافق. شكرا. الآن لجنة الجامعات العمومية الجهوية والمحلية، وهي اللجنة الأخيرة بالنسبة للجان التأسيسية. النهضة ولها 9 مقاعد، وهي تتكون من السادة والسيدات عماد الحمامي، محمد السعيدي، علي فارس، حافظ الأسود، نجيبة بريول، حليمة الجني، محسن الكعبي، كوثر لدغم، صلاح الدين الهيبة. الكتلة الديمقراطية وتتكون من السادة منجي الرحوي، شكري يعيش، ناجي الغرسلي. كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية وتتكون من السادة نوف الغريبي، نزار المخلوفي، طارق العبيدي. كتلة التكتل ولها مقعدان وتتكون من السيدين جلال بوزيد، فيصل الجدلاوي. كتلة الحرية والديمقراطية ولها مقعدان أيضا وتتكون من السيدين منصف الشارني وطارق بوعزيز. كتلة الحرية والكرامة لها مقعد واحد للسيد شفيق زرقين. كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية مقعد واحد السيد الحسني البدري. وأخيرا كتلة غير المنتمين إلى كتل مقعد واحد السيد الهادي شاوش. وهكذا نكون أنهينا تركيبة اللجان التأسيسية وهي 6. والآن نمر إلى اللجان التشريعية وهي 8. إذن اللجنة الأولى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ونبدأ بأعضائها المنتمين إلى كتلة النهضة ولهم 9 مقاعد: السيد كمال عمار، السيد محمود قويعة، السيدة عائشة الذوادي، السيدة سعاد عبد الرحيم، السيد أسامة الصغير، السيدة إيمان بن محمد، السيدة سونيا التومية، السيدة خيرة الصغيري، السيدة دليلة الببة. الكتلة الديمقراطية 3 مقاعد: السيد محمود الماي، السيد إياد الدهماني، السيدة نادية شعبان. كتلة المؤتمر 3 مقاعد: السيد أزاد بادي، السيد رفيق أتليلي. إذن أعطي اسمين فقط. التكتل مقعدان: السيدة فاطمة الغربي، السيد عبد القادر بن خميس.
كتلة الحرية والديمقراطية مقعدان أيضا السيد عبد الستار الضيفي، السيد نور الدين مرابتي. كتلة الحرية والكرامة مقعد واحد السيد شفيق زرقين. كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية السيد اسكندر بوعلاقي. غير المنتمين إلى كتل أسند هذا المقعد للسيد محمد إبراهيمي بالتوافق. لجنة التشريع العام، كتلة النهضة ولها 9 مقاعد، وهي متكونة من السادة والسيدات عبد العزيز شعبان، كلثوم بدر الدين، هاجر عزيز، سناء مرسني، زياد العذاري، ناجي جمل، صالحة بن عائشة، يمين الزغلامي، وزياد دولاتلي. الكتلة الديمقراطية ولها 3 مقاعد، وهي تتكون من السادة نجيب الشابي، محمود قحبيش، ومحمد الحامدي. كتلة المؤتمر وهي تتكون من السيدين أو السيد والسيدة عمر الشتوي، سامي حمودة. كتلة التكتل ولها مقعدان، وهي تتكون من السيدين مولدي الرياحي وسليم بن عبد السلام. كتلة الحرية والديمقراطية ولها مقعدان، والتكون من السيدة حنان ساسي، ولم يقع اسناد المقعد الثاني. كتلة الحرية والكرامة مقعد واحد للسيد محمد نزار قاسم. كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية مقعد واحد السيد أيمن الزواغي. غير المنتمين إلى كتل السيد محمد كريم كريفة. والآن اللجنة الثالثة في اللجان التشريعية، وهي لجنة المالية والتخطيط والتنمية. الأعضاء المنتمين إلى كتلة النهضة وهم 9 مقاعد السيد الهادي إبراهيم، السيد الوليد البناني، السيد الفرجاني دغمان، السيدة فطوم عطية، السيد كمال بن رمضان، السيد منير بن هنية، السيد عبد المجيد النجار، السيد معز بالحاج الحومة، السيدة نبيها ترجمان. الكتلة الديمقراطية 3 مقاعد السيد كريم بو عبدلي، السيد المنجي الرحوي، والسيد المنصف شيخ روحو. كتلة المؤتمر 3 مقاعد لم يعطى إلا اسم واحد وهو السيد طارق العبيدي. كتلة التكتل مقعدان السيدة لبنى جريبي، السيد فيصل الجدلاوي. كتلة الحرية والديمقراطية مقعدان السيد منصف الشارني والسيد طارق بوعزيز. كتلة الحرية والكرامة مقعد واحد السيد عبد الرزاق الخلولي. العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية مقعد واحد للسيد المولدي الزيدي. غير المنتمين إلى كتل مقعد واحد أسند بالتوافق للسيد الهادي الشاوش. شكرا. الآن لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية. كتلة النهضة وهي متكونة من السادة والسيدات سليمان هلال، النفطي المحضي، عادل بن عطية، حبيبة تريكي، أمال غويل، محمد طاهر تليلي، الحبيب خضر، الصادق شورو، كمال عمارة. الآن الكتلة الديمقراطية وبها 3 مقاعد تتكون من السادة ناجي الغرسلي، قيس مختار، ونعمان الفهري. كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية تتكون من 3 مقاعد ولم يسند بها إلا مقعد واحد باسم السيد عبد العزيز القطي. التكتل، كتلة التكتل بها مقعدان لم يسند بها إلا مقعد واحد باسم السيد محمد العلوش. كتلة الحرية والديمقراطية بها مقعدان ولم يسند بها إلا مقعد واحد باسم السيد حسن الرضواني. كتلة الحرية والكرامة مقعد واحد باسم السيد معز كمون. كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية مقعد واحد باسم السيدة سعيدة الخرشوفي. سعيد العفو، وقع خطأ
خطأ مطبعي. السيد سعيد الخرشوفي غير المنتمين إلى كتل مقعد واحد. السيد حطاب بركاتي. الآن لجنة القطاعات الخدماتية، الأعضاء المنتمين إلى كتلة النهضة ولهم 9 مقاعد: السيدة منيرة العمري، السيد محمد الصغير، السيدة فطوم الأسود، السيدة هاجر المنيفي، السيدة سناء حداد، السيد أحمد المشرقي، السيد عماد الحمامي، السيدة لطيفة حباشي، السيد علي فارس. الكتلة الديمقراطية 3 مقاعد: السيد محمود البارودي، السيد صلاح الدين الزحاف، السيد مهدي بن غربية. كتلة المؤتمر 3 مقاعد لم يسند منها إلا مقعد واحد وهو السيد ربيع العابدي. التكتل 2 مقاعد: السيد صالح شعيب والسيد محمد لحبيب الهرجام. كتلة الحرية والديمقراطية 2 مقاعد لم يسند إلا مقعد واحد السيدة ربيعة نجلاوي. كتلة الحرية والكرامة 1 مقعد للسيد محمد صالح شعيرات. العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية 1 مقعد للسيد إبراهيم القساس. غير المنتمين إلى كتل 1 مقعد أسند بالتوافق للسيد فاضل الوج. والآن لجنة البنية الأساسية والبيئة. كتلة النهضة ولها 9 مقاعد وهي متكونة من السادة والسيدات آسيا النفاتي، فردوس الوسلاتي، حليمة الجني، عامر العريض، الحبيب اللوز، سلمى صرصوت، زهرة سميدة، فريدة العبيدي، ومنيا إبراهيم. الكتلة الديمقراطية ولها 3 مقاعد وهي متكونة من السادة فؤاد ثامر، رابح الخرايفي، شكري يعيش. كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية ولها 3 مقاعد ولم يسند منها إلا 2 مقعدان باسم السيدة إقبال مصدع والسيد هيثم بالجاسم. كتلة التكتل ولها 2 مقعدان باسم السيدين جلال بوزيد وأحمد الخسخوسي. كتلة الحرية والديمقراطية لها 2 مقعدان لم يسند منها إلا 1 مقعد باسم السيد سعد بوعيش. كتلة الحرية والكرامة لها 1 مقعد السيد محمد طاهر إلهي. كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية 1 مقعد السيدة فايزة كدوسي. غير المنتمين إلى كتل 1 مقعد السيدة منى بن نصر. شكرا. والآن لجنة الشؤون الاجتماعية. إذن المقاعد 9 التي أسندت لكتلة النهضة: السيدة مفيدة مرزوقي، السيد عبد الحليم الزواري، السيد فرح نسيبي، السيدة نجيبة بريول، السيد عبد القادر القادري، السيدة منيا القسري، السيد بشير اللزام، السيدة بسمة جبالي، والسيد محمد السعيدي. 3 مقاعد للكتلة الديمقراطية: للسيدة نجلاء المجيد، السيدة ريم المحجوب، والسيد لطفي مصباح. كتلة المؤتمر 3 مقاعد للسيد محمد علي نصري، السيدة حسنة مرسيد، السيد لزهر الشملي. كتلة التكتل 2 مقعدان للسيدة سلمى مبروك والسيد جمال القرقوري. كتلة الحرية والديمقراطية 2 مقعدان للسيد عبد المنعم كرير والسيد علي الحويجي. كتلة الحرية والكرامة 1 مقعد السيد وسام ياسين. كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية 1 مقعد للسيد رمضان الدغماني. وغير المنتمين إلى كتل 1 مقعد أسند بالتوافق للسيد فتحي الطيف. شكرا. والآن آخر اللجان التشريعية القارة وهي لجنة الشؤون التربوية. كتلة النهضة لها 9 مقاعد وهي تتكون من السادة والسيدات سامية الفرشيشي، دليلة بوعين، جوهرة تيس، أمال عزوز، نبيلة العسكري، عبد الباسط بن الشيخ، بشير شمام،
صلاح الدين الهيبة وكوثر لدغم، الكتلة الديمقراطية، ولها ثلاث مقاعد، ويتكون من السادة والسيدات محمد كحيلة، شكري القسطلي، وسلمى بكار. كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية، ولها أيضا ثلاث مقاعد، وتتكون من السادة نزار المخلوفي، عبد السلام شعبان، والناصر الإبراهيمي. كتلة التكتل، ولها مقعدان، وهما السيدين جمال طوير وعلي بالشريفة. كتلة الحرية والديمقراطية، ولها أيضا مقعدان، والتكون من السيدين جلال فرحات وشكري العرفاوي. كتلة الحرية والكرامة، لها مقعد واحد، السيد أنور مرزوقي. كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، مقعد واحد، السيدة ريم الثائري. غير المنتمين إلى كتل، مقعد واحد، السيد مراد العمدوني. بارك الله فيك. إذن هكذا نكون قد أنهينا تركيبة اللجان التشريعية الثمانية، ونمر الآن إلى اللجان الخاصة، وهي وعددها ثلاث لجان خاصة. اللجنة الأولى وهي اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة، قائمة الأعضاء المنتمين إلى كتلة النهضة، ولها وهم تسع مقاعد، للسيدة نبيهة الترجمان، السيدة أمال غويل، السيدة كلثوم بدر الدين، السيد منير بن هنية، السيدة حبيبة التريكي، السيدة صالحة بن عايشة، السيدة دليل الببة، السيد عادل بن عطية، والسيد محمد الصغير. الكتلة الديمقراطية ثلاث مقاعد، للسيد محمود الماي، السيد سمير الطيب، السيد إياد الدهماني. كتلة المؤتمر ثلاث مقاعد، للسيد هيثم بالقاسم، السيدة مبروك مبارك، والسيد محمد كراي الجربي. كتلة التكتل مقعدان، للسيد صالح شعيب والسيد محمد الحبيب الهرجام. كتلة الحرية والديمقراطية مقعدان، للسيد شكري العرفاوي والسيد منصف الشارني. كتلة الحرية والكرامة مقعد واحد، للسيد محمد نزار قاسم. كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية مقعد واحد، للسيد أجديدي السبوعي. غير المنتمين إلى كتل مقعد واحد، أسند بالتوافق للسيد فتحي الطيف. الآن مع لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام. كتلة النهضة ولها تسع مقاعد، وتتركب من السادة والسيدات يمين الزغلامي، الوليد البناني، سونيا التومية، كمال بن رمضان، محمد السعيدي، محسن الكعبي، عبد الباسط بن الشيخ، كوثر لدغم، وبيا جوادي. الكتلة الديمقراطية ولها ثلاث مقاعد، وتتكون من السادة محمود البارودي، لطفي مصباح، مهدي بن غربية. كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية ولها أيضا ثلاث مقاعد، والترك من السادة أزاد بادي، عبد العزيز القطي، محمد علي النصري. كتلة التكتل لها مقعدان، للسادة للسيدين أحمد الخاصخوصي، فيصل الجدلاوي. كتلة الحرية والديمقراطية لها مقعدان، ولم يصمد منها إلا مقعد واحد، للسيد حسن الرضواني. كتلة الحرية والكرامة مقعد واحد، للسيد كمال السعداوي. كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية مقعد واحد، للسيد الحسني بدري. غير المنتمين إلى كتل مقعد واحد، للسيد محمد الإبراهيمي. شكرا. والآن اللجنة الخاصة، لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، أسماء أعضائها المنتمين إلى كتلة النهضة ولهم تسع مقاعد، السيد الهادي بن إبراهيم، السيد عبد العزيز شعبان، السيدة سناء المرسني، السيدة مفيدة المرزوقي، السيدة منيا القصري، السيد حافظ الأسود، السيد نجيب مراد، السيد معز بالحاج رحومة، السيدة عائشة الذوادي.
الكتلة الديمقراطية ثلاث مقاعد للسيد صلاح الزحاف أو صلاح الدين عفوا صلاح الدين الزحاف، السيدة نجلاء المجيد، السيد منجر الرحوي. كتلة المؤتمر ثلاث مقاعد للسيد عبد الرؤوف العيادي، السيد رفيق تليلي، والسيدة سامية حمودة عبو. كتلة التكتل مقعدان للسيد جلال بوزيد والسيد سليم عبد السلام. كتلة الحرية والديمقراطية مقعدان للسيدة حنان الساسي والسيد علي الحويجي. كتلة الحرية والكرامة مقعد واحد للسيد محمد الطاهر إلهي. كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية مقعد واحد للسيد إسكندر بوعلاجي. وأخيرا غير المنتمين إلى كتل مقعد واحد أسند بالتوافق للسيدة مناء بن نصر. وهكذا نكون أنهينا تركيبة كافة اللجان التشريعية التأسيسية والتشريعية والخاصة منها. ويعني هذه القوائم ستكون يعني في متناولكم وستعلق. ثم ما بقي أن أعلمكم به هو أنه برنامج الاجتماعات الأولى لهذه اللجان حسب الفصل 49 أنها ستكون برئاسة رئيس المجلس وبمساعديه يعني بمساعدة نائبيه يعني يوم الاثنين 6 فيفري 2012 يعني الاثنين القادم. تجدون على كل أمامكم برنامج أو جدول لهذه الاجتماعات الأولية، وهو جدول مضبوط أنه كل نصف ساعة لكل لجنة بالتوالي اللجان التأسيسية القارة التأسيسية واللجان القارة التشريعية ثم اللجان الخاصة. بما أنكم توصلتم بهذا الجدول إذن الكل يعرف يوم الاثنين متى ينعقد اجتماع اللجنة التي ينتمي إليها أو التي تنتمي إليها. تفضل سي حاتم الكلاعي. شنو موضوع يتعلق بلجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريع العام. في هذه اللجنة وقع سهو على ماذا؟ بمن؟ سهو بسيط فيما يتعلق بكتلة الحرية والديمقراطية. لنا في هذه اللجنة مقعدان. نعم. وذكر اسم لمقعد واحد والثاني هو طارق بوعزيز. أرجو إلحاقه بالقائمة. سيتم ذلك لكن لأنه لم يعطى لنا لذلك لم يوجد هذا الاسم. شكرا. نوضح أن هذا ما بلغني بصفة رسمية. نعم. مقعد واحد باسم السيد حسن رضواني. إذا كان هناك تدارك فليكن بعد هذا. بحسن قول. السيد محمد الطاهر الإلهي. شكرا سيد الرئيس. الله في البرنامج تاع اجتماعات اللجان. نعم. ماذا بينا كما عملنا الملاحظات المرة اللي فاتت تقروا حساب النواب اللي يسكنوا بعد. نحن باش نروحوا الليلة معناها نهار سبت ونرجعوا نهار معناها نهار غدوة ونرجعوا نهار الحد. ما يجيش على الأقل قرونا حساب نهار ثلاث. نحن ثم نواب تسكن هنا في تونس وحواز تونس. فما ناس تسكن بعد معناها نهار مشي ونهار جي. ولا تعمل مزية معناها والله سيد الكريم المسألة مش مسألة مزية. المسألة هو ما هذا ما اتفق عليه البرنامج إذن لا يعني أن نغيره الآن هكذا. فهذا البرنامج الذي تم الاتفاق عليه أنه يوم الاثنين بيسالش. نحن أما على الأقل عود أقر حساب النواب لبعد ما نجموش نحن نروحوا اليوم غدوة ونجوا بعد غدوة ومعناش حق نقعدوا في الوتيل. ما فماش حل راه. هذا هو أنا حب إذا كان هذا سيد سطر وقاع الاتفاق عليه. أما بالله من هكا بالله أقرون حسابه. طيب السيد أيمن الزواغي تفضل. شكرا سيد الرئيس. والله في نفس الإطار نحن المرة الفاتت اتفقنا على تاريخ وبدلناه في الجلسة العامة بالتصويت ولا حتى بالتوافق وقتها اتفقنا
بالنسبة لنا يعني عنا حتى شكون اللي تم استدعائنا مشكورين معناه من طرف السيد وزير شؤون دينية باش نلتحقوا بالقيروان معناه ما خل... إذا كان مش نمشوا القروان ونزيدوا نرجعوا ونحبوا نحن نمشوا غادي نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف ونزيدوا نرجعوا باش يكون إرهاق كبير وفما شكون مش يروح لتوزر وقبلي وغيره معناها نجموا نتفقوا ما فماش حتى معناها نجموا في الجلسة العامة نجموا نبدلوا لا التاريخ. سنراعي هذا في المستقبل أما الآن بالنسبة لهذا الجدول تم يعني الاتفاق عليه. السيد شكري يعيش. مع الشكر مع الشكر. شوف يا مدام نستمعوا لبعضنا شوية أرجو نستمعوا لبعضنا شوية. من المفروض على الأقل أنه يقع يا مدام من المفروض سيد الرئيسة من المفروض أنه يقع الاتفاق على الأقل مع رؤساء الكتل فيما يخص البرنامج اليوم الاثنين. يعني أنا قاعدين نشوفوا قاعدين نشعروا باللي الجهات خاصة المناطق البعيدة ما كمش عاملين حساب تماما ولهذا أن نطلب مراجعة البرنامج اليوم الاثنين. مع الشكر. هذا السيد طاهر هميلة. السيد الرئيس في ما يخص الجدول متاع نهار الاثنين ولا نهار الثلاثة ولا أي نهار ماذا بينا وقت اللي يتحدد تاريخ تقرأوا فيه حساب الناس اللي يسكنوا بعيد والقرارات متاع إدارة المجلس. فإذا كان ثم ثلاثة أيام ما بين الجلسة والجلسة هالناس هذو ما لهم حق لا في أوتيل ولا في طعام ونظرا لوضع المالي الموجود وتأخر العلاوات إلى غير ذلك هالناس هذو ما توكي يدخلوا نهار الاثنين كان روح ما يخلطش وكان ما روحش ما عندوش وين يبات. ولذا احنا في العادة نوفروا للناس كل الشروط اللازمة باش ينجموا يقوموا بالعمل متاعهم على الوجه المطلوب بداية من العمدة والمعتمد إلى السيد الرئيس. علاش النائب ما نوفرولوش الشروط الكفيلة باش تمكنوا من راحته وراحت عائلته وراحت كذا باش يقوم بالعمل على الوجه المطلوب. هنا واحد باش يجي مؤخر وواحد ما يمشيش وتدم خلفه. ولذا وقت ندرسوا رزنامة ولا ندرسوا أشياء ماذا بينا نقرأ حساب اللي يسكن بعيد أما إذا كان نعطوها للي يسكن في تونس يتصور كل شيء قدام الدار. وشكرا. شكرا. إذا أرى أن هناك هل هناك رأي آخر في هذا الاتجاه؟ إذن هل هناك يعني أود أن تفضل سي حسني هشام حسني. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس بما أنه تقدم مقترح من معظم أعضاء المجلس ومراعاة لهذه الظروف اللي ذكرت أقترح أن يعرض هذا المقترح على التصويت في القاعة. هذا ما شكرا. سنقوم به الآن. سيد النصري حمد. أي مقعد؟ مقعد 68. شكرا سيد الرئيس. في نفس الموضوع أقترح أن يكون يوم الثلاثاء عوضا عن يوم الاثنين. سوف نرى. طيب إذن هناك اتجاه السيدة الببة. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس المقترح أن يكون نفس البرنامج ليوم الاثنين أن يكون يوم الثلاثاء. طيب أرى أن هناك توجه نحو فإذا أطرح هذا المسألة للتصويت. من يريد يعني أن نؤجل علما أننا إذا أجلنا سنبعث لكم برقية لنعلمكم بيوم الاجتماع. إذا طيب نقطة نظام السيد الحامدي ثم نمر. نعم بالله سيد الرئيسة. أي تفضل. الرئيس قبل أن نمشي للتصويت هذا نعم. بصراحة يعني التصويت شنو معناها أغلبية نسبية معناها نبقوا نقروا برنامج الاثنين ثم عندنا مجموعة من الزملاء النقابيين ينجموا لا مجموعة من الزملاء يعني ما عدا أنه هناك خطأ في المكان. تفضل. لحظة بالله عندنا مجموعه من الزملاء سامحوني تو يعني يمكن شبه صح اختلطت عليك عندنا مجموعه من الزملاء خلوني نقول بشيء من المراحل الافاقيين جايين من الافاق
من أعفاق البلد اللي جاي من تطاوين واللي جاي من توزر واللي جاي من قبلي واللي جاي من يعني من كل جهة، راهو مش معقول حتى على خطر ربما يعني مسألة النسبية والكذا والأغلبية هذه والأقلية، يعني عندي أنا 70 نائب عندهم مشكلة في الرجوع نهار الاثنين بصراحة موافقين، يعطيك الصحة موافقين الناس كل. إذن هناك توجه عام في هذا المسألة. طيب نظرا لأن عندنا بعض الوقت أستمع إليكم، لكن ظاهر أن التوجه العام هو أنه نرجع. سأستمع عفوا، سأستمع لرأي أو اثنين من المخالفة. ما تفضل سي العيادي، تفضل سي فتحي العيادي. طيب بسم الله، المعذرة ما نحبش نزايد على الزملاء، ولكن احنا رانا جايين من اوروبا يا اخواني، اذا كان واحد جاي من بنقردان ولا غيره احنا جايين من اوروبا، فاذا تحبوا تاخروا اخرونا شويه، خلوها يوم الخميس ولا الجمعه. سوف لانه السيده جوادي وانا سيده بيان جوادي 97. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة نحن في المجلس الوطني التأسيسي اتفقنا منذ بداية السنة على أننا على ذمة هذا المجلس حتى يؤدي دوره في الوقت المحدد، وبالتالي إما أن نلتزم بيوم الاثنين جميعا، وإما أن يؤجل إلى أكثر من ذلك، لأن يوم واحد زيارة غير كاف ويصبح معاش على الحق في المبيت في النزل. رجاء إما نقبل بيوم الاثنين أو نؤجل إلى ما بعد الاثنين. وشكرا. واضح سيدة. إذن ولابد السيد بشير شمام ثم سأقول لكم ما أرى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جاي من قبلي ويناسبني أكثر نهار الاثنين، وكما قالت الأخت قبل قليل إما يوم الاثنين وإلا نأجله أكثر، لأن باش نمشي لقبلي 7 ساعات ذهاب وسبع ساعات إياب ومشاكل النقل وعلى نهار واحد مش ممكن، على الأقل يبقى عندنا الحق في الوتيل، لو كان باش نهار الثلاث يولي نفقد حقنا في النزل، فالأولى نحن نؤكد على أن نهار الاثنين، وهاني جاي من قبلي وإلا نؤجل إلى ما بعد ذلك. واضح. نعم. إذن ننهي بالسيد القساس. تفضل. لكن وأنهي هنا. نعم تفضل سي إبراهيم. تعال احكي بلاصتي. بسم الله الرحمن الرحيم. تو بدات مزايدات سياسيه، الناس كلها تدور في عيب. انا اطالب هذا المجلس بالالتزام امام الشعب وامام شاشات التلفزيون على تاسيس قانوني يلزمنا الا تكون الفتره التاسيسيه اكثر من عام. الان نصوت عليها ونضعها في قانون داخلي. الان الناس ماشي حتى واحد ما يزايد على واحد. باهي تو بدانا احنا المعطلي. احنا أنا مستعد إبراهيم القصاص نجيب جراية وزارة وخيمة ونقعد قدام المجلس لمدة سنة وبعدين نروح لصغاري، ما يزايد علينا حتى واحد. باهي كل واحد أي تو سني ما كملتش. أنا نسكن من هنا بعد 500 كيلومتر. نمشي ونجي آخر جاية بعت آخر برشلية عند خويا باش جيت ركبت في الكار هنا. عطيني بطاقة إهالة اسمها بطاقة نقل في القطار والمطار، وقبل لي لا فيها مطار ولا فيها سكة حديدية. الناس كلها تو تدجل يجي قدام شاشة التلفزيون يقول أنا شهريتي معاني فيها عطاه، اللي حب يعطي شهريته يمشي تو للمدير المالي. طيب سألني أنا بين ربي تبي فيا المليارات خلي تملك المليارات. سي إبراهيم شكرا يا سي إبراهيم. سمعناك يا سي إبراهيم. لا 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 ما فضلك. سمعناك وما نطلبوش منك باش تبات هنا قدام المجلس، إنما إن شاء الله تبات في مكان لازمك تبات فيه. المهم الآن بعد يعني أن أنهينا جدول أعمالنا إن شاء الله إذا يتم الاتصال بكم كالعادة بالبرقية والرسائل يعني القصيرة لإعلامكم بالجلسة الجاية، مع الأخذ في الاعتبار يعني كل ما قيل إن شاء الله لكي لا نكلف النائب أكثر من لا الآن لا سيتم إعلامكم ببرقية عن موعد الجلسة. ما أود أن أقول هو أني أرفع الجلسة الآن، وبما أن بمناسبة المولد النبوي الشريف نتوجه لكل التوانسة اللي بش يحتفلوا به غدوة أنه إن شاء الله يكون يوم مبارك
ونصلي ونسلم على رسولنا الحبيب في هذا اليوم، وإن شاء الله يكون كل أيام. إذن ترفع الجلسة وسيتصلون ببرقية وكذلك بموعد الجلسة القادمة.